استغلال المعلومات وردت العناصر فرقة البحث والتدخل بمصلحة الولاية والشرطة القضائية بأمن ولاية شلف تفيد بوجود جماعة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية عبر أقليم الاختصاص، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة الأبحاث والتحريات أسفرت القضية عن توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 55 سنة، وحجز وضبط بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية تقدر ب 63420 قرص مهلوس. وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية عن قضية الحال وحيل المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية بشلف.